نطلع يمين اللي جاي مين اللي جاي ده اخر الشارع يمين تاني يطلع احمد اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم انها كانت من المصلين والمزكيين والصائمين والصالحين لا نزكيها عليك ولكن سبحانك وتعالى نسألك الرحمة والعافية اللهم جاف الأرض عن جانبيها اللهم اجعل عن يمينها وشمالها وفوقها وتحتها نورا اللهم انك عفو وكريم تحب العفو فاعف عنها تنذر من اتبع الذكر وخشي الرسول